عند أي حديث عن قوة مصر الناعمة يأتي ذكر المسرح المصري. من مسرح حديقة الأزبكية نحييكم. أين المسرح المصري؟ أبو الفنون. حديثنا اليوم مع مفكر وكاتب ومخرج كبير، الأستاذ الدكتور سامح مهران، الكاتب والمخرج المسرحي والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون. نعاني، بقول لحضرتك، من غياب مفهوم الفرقة. أنا لما أروح الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس وأبني فيها مسارح، ده مش معناه حرمان الفقراء من العمل المسرحي. العمل الفني بيجيب فلوس؟ الثقافة طبعاً لو اعتبرناها سلعة نبقى بنخرب المجتمع المصري. أين المسارح والمسرحيات في مدن ومحافظات مصر؟ أنا لما أروح للفلاحين في أماكنهم أعمل مسرحية تناقش مشاكلهم. أيوة. عارف حضرتك ازاي؟ وخليه يشترك في حلول. ما مصير الدعوة لعودة المسرح المدرسي؟ وهل تلقى الاهتمام الكافي من قطاعات التعليم والثقافة والشباب؟ ما حدش يقدر ينكر أهمية المسرح المدرسي. عن المسرح المصري وكيف يعود لدوره كنافذة للوعي والثقافة والمتعة واكتشاف المواهب أيضا، حديثنا اليوم من مصر. حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.